كباقي الولايات الاتحاد الولايات للعمال بالجلفه يبدا ويباشر في هذه عمليه عمل تلقيح ضد وباء كوفيد الذي لاحظنا في الاونه الاخيره بدا ينتشر ومنح تصاعدي فيما يخص الانتشار. لهذا ماذا بينا نطلب كافه العمال والعاملات، طبعا احنا قدمنا ثاني ودرنا رساله لكل الفروع النقابيه باش العاملات والعمال يتوجهوا ويتلقحوا ضد هذا الكوفيد. استعمل على نطاق واسع على المستوى العالمي حيث فاق عدد المستعملين مليار شخص ملقح، ولم تسجل الا حالات تعد على